اليوم ومش الليل الامور ايه. لكن افك كاميرا كل يوم اركبها بتخرب. صح احسنت. صعب صعب. احسنت احسنت احسنت. ارحب 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 قالب الشيخ قالب الشيخ سهلا ابو ملحي حياك الله. ارحب قالب الشيخ. كيف الحال؟ كيف حالك؟ مبروك. الله يبارك. مبروك انضمام يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. مبروك هلا بالشيخ. تونا موقعين مسلمين. ايش طال عندك هلا؟ يا هلا يا هلا يا هلا. طيب الله يجزاك خير. اضافه كبيره الله لنا. مرحبا. حيه حالك. طيب اشرح. مرحبا يا ابو نايف. مرحبا يا ابو نايف. هلا هلا هلا. كان الغالي والغالي. افتح يا مرحبا. مرحبا يلا حي. الله يبارك. تبغى نجلس هنا ولا نروح هناك؟ احسن هناك نغير المكان. حوس المكان. خلونا نجلس هناك. حياك الله ابو ملهي. الله يبقيك ويطول عمرك. تريح هناك. فهد. ارحب يا ابو ملهي. كيف الحال؟ شلونك؟ مساك طيب. يلا حيه. شو اخبارك؟ يا مرحبا والله مساك. شلونك؟ شلونك؟ مساك بخير. كيف الصحة؟ والله ابشرك. شو الامور؟ مساك طيب. مساك طيب. مبطى من جاء مبطى من جاء يا الربع. يلا حيهم. استرح استرح يا ابو عبد الله استرح. شغلنا. والله ابو ملهي انه على قولتهم من اسهل وايسر الناس تعاملا. الله يرحم والديك يا ابو عبد الله. استرح استرح مره عندي خله. يلا حيهم يلا حيهم. قهوه شاهي شاهي. انت من حزب الشاهي ترى تغريداتك عن الشاهي. يا مرحبا. يا الله يبقيك ابو نايف. كيف الحال؟ شو اخبارك؟ شلونك؟ يا مرحبا. يا اخي نجل احس انك احلويت بزياده يوم جيت بدايه. يوم دخلت مع الباب الله يطول بعمرك وسميت بسم الله. قلت بسم الله وتوكلت على الله. الى مقر صح. النجوم حسيت اني شوي حلويت. صح احسنت. حاجه بسيطه في بعض الاماكن. طب حلاوه حلاوه الروح طبعا. بعض الاماكن تقرا فيها بسم الله. بعض الاماكن ما تقرا فيها الا دعاء ثاني. دعاء الا صح. دقيقه دعاء الخلاء ولا دعاء اي شيء ثاني. شنو صار فرق ولا فوق؟ اللهم لك الحمد والشكر. بعدين وجهك زان على نعمها التي لا تعد. يا رب لك الحمد. يا رب الله يشكر على على اللي هو هذا البنك. انت سايب الكلام حقك ذا باي باي شيء. الله يكلمك الله. كاونتر رقم 5. انا ترى داخل. انا يوم خلصت التوقيع وكذا انا قلت من شروطي ان فهد ما يكون موجود. مو موجود في البرنامج طبعا. ما يكون موجود معنا في الجلسه هنا بس هذا المكان تقريبا عشان البرستيجي شوي وكذا. لا 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 هو تبي دعوه؟ شلونك ركان؟ والله بخير. شو اخبارك؟ كيف صحة؟ ان شاء الله طيب. والله انا اقترحت اقتراح لفقرتك. يعني اسمح لي اتلقى بس عجبني الاقتراح. قلت ما انه اداره بنك واداره برنامج واداره كذا يكون شغل عندك سابق اللي كان يكون بين. عندك مثلا خدمه عميل التميز لها امور الاسبوع اعلى رصيد في الاسبوع. اذا دخل يتفقد رصيده ولا يبغى سلفه ولا يبغى رصيد اي احد عندك مراجعين طلعهم. هو الاولويه في الخدمه. ارحب ابو ملحي. يا مرحبا. يا هلا وسهلا. انا مع الله يبقيك ويطول عمرك. حلوه الفكره صراحه. عجبتني حلوه. عميل تميز الفكره. مدير بنك انت مدير هذا المكان. هذا المكان كله تحت ادارتك. هذا لوكيشنك. هذا لوكيشنك وهذا مكتبك. بامكانك راح تقوم ناصر الحربي عادي. لا ابو نايف العين ما تعلى الحال. يا اخي ذرب. يا اخي ابو نايف زياده. الله يرحم والدينك. ابو نايف مصدر الشرف. ابو نايف اصرف له بعد بشت اسلم. بس يا ليت تستعجل يا ابو نايف. المكان هذا مكانك ابو ملحي. طبعا بامكانك تضيف لي تبغى مثلا اللي عندك متميز العميل المتميز اللي عنده رصيد عالي بامكانك تحط له مكان ينام فيه عادي براحتك. حقه في الغرفه هذه تحطه هنا. لا انا لا انا اقوم ولا اقوم. انا عندي عندي زي زي ما اي زي ما اتفقنا عندي فكره. ايه؟ بعد اضيفها على الشيء هذا ابد اللي تبغى. يعني اذا الفكره بتكون المكان هذا ملكك انت. مكانك هنا في البث دايم. صح. الباب مفتوح. تبغى تدخل متابعين تدخلهم. تبي تمنحهم تمنحهم. تبي تدخل واحد دردش انت وياه تنصحه. تبغى تدخل الفكره اليوم معي. قاعدين نطورها في مدير البنك بان بالفعل هذا المكان هو خلينا نقول مرجعيه المتسابقين العليا في الامور الماليه وهو على قولتهم هو صاحب السلطه عليهم في الموضوع المادي. وايضا حاب تنصحهم كيف يطورون من انفسهم في امورهم الماليه في الريالتي حقهم. عندك مدير السوق بيتابع المحلات ويعطيك تقرير كل فترة. مدير السوق يرفع تقرير. إيه؟ وهم التقارير اللي تجي. التقارير اللي بتجي بين المدير. من تقارير بتجي. جعدي. اللي هو مدير السوق. اسمع. التقارير المفروض تجي إكسل شيت وورد صح ولا لا؟ يعطيك على كتاتيب عارفة. لا. كاتبها بيدك. كاتبها بيدك. خلاص يلا. لا 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 ما أنا أول شيء أنا
أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سلام ولا مسينا عليكم بالخير من ولا على سعادتنا بك أبو ملاهي. الله يرحمه ملاك بالفكرة. وأنا لأني أعتبر نفسي رأي محل بعد على طول. الله يحييك. دخلنا في الوضع. مسي عليكم بالخير، مسي على السادة المشاهدين. للأمانة هذه إضافة لي كبيرة جدا، أني أكون مع كوكبة من نجوم في شاشة المليار. يمكن الإضافة لنا يا أبو ملاهي. الله يرحم والدي. الله يستاهل أبو ملاهي. من أبو عبد الله لأبو نايف لأبو محمد العلي، يعني شيء مشرف للأمانة في الشغل مع التيم هذا، وإن شاء الله أن يكون إضافة إن شاء الله جميلة جدا في هذا البرنامج، وأن نمشي على خطاكم السابقة اللي أنتم من علو في علو ما شاء الله. أبو ملاهي إضافة كبيرة، وخير ما نختم به برنامج الإدارة. الله يرحمه. الحين تعطيه اللوكيشن هذا وتطلعنا إحنا برا. خلاص هو يستلم. أنا اليوم هدفنا. لا خلاص هو يجي من هنا وجاي وإحنا نجلس في فقرة النقد. ما تجلس. لا 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 لا. فقرة النقد تكون هنا. كيف كنت متحكم تبغاه؟ كويس كويس. ما تبي ما يجلس. لا كويس. فقرة النقد ما تكون هنا. خلي شيء بيننا نقاط التقاء. علي الله يرحم والدينك، الشغل شغل والعمل عمل، ترى في فرق بين الشغل والعمل. صح فرق. صح في الشغل. خل بيننا نقاط التقاء، خل بيننا قواسم نقاط التقاء هذه إن شاء الله فيما بعد. على حسب. خسرنا. إيه خسرنا. يعني على حسب. تخسرنا براحتك. تبي تجيب متسابق يرد على فقرة النقد؟ أنت تعتبر أبو المتسابقين. أبوه لا تكفى. ما تذكر مني دين. هذا ليش أحسك بتزينك؟ كأنك بتزين دينا، فهمت؟ دي عرفتي التزيينات ذي اللي هنا. طينا. واللمبات. وشعارات. أهلا وسهلا. أفضل فصل. أي أفضل فصل. كنا نسي ذيك الحمرة والصبرة اللي عرفت ذيك؟ الله جال ما يسقى أفضل فصل ذكرني بشيء أبو عبد الله. وشو بالله. شيء انت تذكر لو اقول لك شيء حرف واحد بس ذكرت. لا حول. ايام مضت يا عبد الله. ظلمت. والله اني ظلمت. وانت تذكر عندها افكار. والله انك تدري. والله اني ذكرت. كانت الميزانيه وين كانت الميزانيه عبد الله؟ كانت 15000 صارت 15 ريال. 15 ريال. والله العظيم 15 ريال ورجع الباقي. رجع الباقي. ما كان يقدر يتصرف بيضرب وجهكم عبد الله ذاك اليوم. يلا يا اخ انا عندي اضافه. لا احتاجك هناك. نسمع. اي سم سم تفضل. خلاص بعد الحو. بالله وش الاضافه؟ خلاص والله اضافه. وش سم هذا؟ يسلم. من هو؟ اعطنا فكره يا اخي. صلى على النبي. خلني انت فاهم يا عبد الله. صلى عليه. اسلم يا ابو محمد. انا اقول شوف اختصار الوقت، انا ودي مثلا من الافكار ان الفكره انت عشان ما يروح الوقت كله ترى رصيدك كذا وكذا، تعطي مدير السوق كذا زي اللوحه فيها برا ارصدتهم وانت بتدخل الدخل تسولف معه. الحين البنك في سلف. ايه في سلف، بس انا في افكار برضو راح ان شاء الله. ليش ما تتناقشها بطاقه الائتمانيه؟ عندي مشكله سلف كم بطاقه عندك؟ بطاقه ائتمانيه فيها 1000 رصيدي تمام تقدر تسلفها، بس كل ما تأخرت بسداد الألف تزيد عليك خصم 150 ضريبة يعني عليها؟ أي ضريبة تأخير. ضريبة تأخير. شو رأيك؟ والله يمكن أوظف عندي ترى. والله بتصير. أزبطك 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 براحتك، وإذا ما تبغى والله خلاص خلاص. بس إذا ما تبغى نبيها. أنا بيها. والله يوفق العد على فكرة يعني. والله تبغى. بنبيع حد. والله شوف الفكرة عندي. أول شيء. خلها بعدها. حد يقولها. قلها يا فيثاغورس. مسكته. وش مسكته إضافية؟ إيشي؟ أيوة خلاص بعد الحو. أنا مع أن تصير هنا نقاشات أريحية للمتسابقين مع ركان، لأنه بيكون جو هدوء. طبعًا لازم تكون ظالم. إيه. تخيل رصيدك 1000 لازم تكون ظالم كذا تخصم 150 على كذا. والله لازم تصير ظالم. إيه. يا أخي ليش ما نسوي معهم ركان؟ دقيقة أنا مو ترى اليوم دخلت محل. بصير حازم. بس ليش ما تسوي معهم؟ دوري كورة تنس. عندي فكرة بس ما أكتبها لك. اكتبها لي، وأنا برضو عندي أفكار زي اللي وردتك إياها. إيه خلاص تم لا حلوة مرة. أنت ما تبغى محبة تطرحها أبد. اللي إيه. وإحنا مرينين في موضوع تطبيق الأفكار الحلوة اللي تضيف لك وللشاشة وللفقرة وللبرنامج بشكل عام. أبد. منور الشيخ. مهندس الديكور خلني قابله. بعد إذنكم. خذ راحتك خذ راحتك أبد. فايش رايك ركان في المكان؟ هل تتوقع انك بتضيف؟ انا اقول انا ارشح لك تعرف ذيك اللي كذا في الفصول ضيفها الخيوط وكذا الزينه. اي لا شوف انا ديكور الامانه عاجبني اللون الاسود هذا، بس في اضافات ابي اضيفها ان شاء الله. بكلم من المسؤول عن الانتاج. موجودين تصدق بديت اصدق نظريه سلمان انه يستولي على القناه.
يستاهل يستاهل والله العظيم ذاك اليوم حط ركان هنا وانا هنا وابويا يستلم مدري ايش اخوي الثاني هو سلمان الله يوفقه جالس طلع لي ركان منشن الوالد ملهي منشن منشن انت مدير يعني مصدر الفلوس كله عندك من مديرك شوف انت مدير نفسك من مديرك المباشر انا مديري المباشر يس المباشر المباشر في غير ابو نايف ها في غير ابو نايف انا مديرك المباشر يعني مشاكل نحلها فيما بين مدير دقيقه ما مديرك المباشر انت انا من مديرك المباشر ما مدير مديرك والله اني مدير خاص من عنك وعن المدير وعن علقه ما دخل عبد الله والله انك ما قلت الصدق طيب دقيقه ايش بيطلع يسلم الاداره الله يوفق عدوك فضحنا عود عود سعود هذا جلس هذا قدام الناس يقول انا مديرك المباشر من هو فهد احنا شايلينه من كل شيء شايلينه من كل شيء انت يلا تدير نفسك عشان تصير مدير عليك ابوك صل على النبي عمرك بالاعلام لسه خديج خلاص انا طالبك اجل قوتي دي بيننا انا مدير على الغمد انت مدير على الغمد ما في مشكله خلاص لا لا على الغمد احنا قلنا مدير فقره النقد لا 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 انا بيصير مدير علي انا سابق اقول لكم ترى والله انا كنسل بعد انا كنسل علي شفت هذه سمعت انا بصير مدير هذا شوف الله يوفقك علي الله يوفقك علي ما لك دخل برجول الحين ركز مدير من انت مديري ما مديرك خلاص احسن انت مديري نبدا سؤال تحدي ما هو لون دلاغ علي بنفسجي بنفسجي لا مو بنفسجي لون صعب هو لون صعب لا لا بنفسجي لا هذا يقول الفوشي يا ابن صح الفوشي اي حرام عليكم ما فكرتوا في السحاب يا شباب انا ايش السحاب يا ابن الله حرام عليكم غيمة يا ابو غيمة غيمة بس ناقصك اجل بس ما في فراش الطاير هنا ما في فراشات الشراب الثاني منور والله ركان فتقول لي انا ارشح برضو عندك ماكينه الصراف ذيك عرفتها ما نستخدم سبحان الله سبحان الله تخيل انه مدير بنك في الحقيقه هو اساسا هو ما يدري مدير بنك الان عرفت وفي الحق في الواقع طفران يلا الخير تضيع دراهمه في الاحساء وفي الدم الحمد لله الحمد لله يا رب اللهم لك الحمد اللهم أيوة لك الحمد عافيه عيش تقوم انك طيب والله مغنيها الله عليك يا اخي يا اخي يا اخي ليش ما يصير رجاله ما هو بيرهي على عمره ما هو ليش ما يصير فيه نظريتي ليش ما يصير فيه تحد نفسك لفلان ولا علان ولا لذولي عند ركان ابد انا قلنا الهامور ممكن يعطيه سرير هنا يدخله عندي عندي, عندي انا فهد انا عندي افكار انا عندي فكره انا عندي فكره المتسابق اللي ترتاح له اعطه بطاقه دخول المكان مرحبا بحيث ان هذا المكان يكون ترفيه له انا في الهواء شويه ممكن انا شوف انا في اشياء انا بضيفها بلاي ستيشن بضيفها خارج الشاشه عادي يلعب سوني لا كذا بس هذه حق لا انا اقدر اجيب بلياردو هنا بلياردو اجيب مثلا كافي سؤال انا مدير بنك ولا صارت ترفيه ده مدير بنك الله يطول عمرك مدير بنك صادق صادق صح صح علي انت قاعد تودينا جرنا صح والله العظيم يا علي لو سمحت نحط زحليقه ما ادري حقت ملاكم ذيك بوف جو بوكس تفضل وجودك اضافه جميله جدا يا راكان بعد راسي صلاتك صح والعافيه انا استاذنكم عاد نبي امر عاد وخلص كم شغله وبعدين عاد بمشي الله يحفظ الله لكن للجمهور العزيز نقول سامحونا على التقصير وان شاء الله ان موعودين باذن الله بنسخه جميله جدا معكم صلى الله يعطيكم الصحه والعافيه انا استاذنكم موضوع الدخوليه حقت زد تكفى عندي شوف بابا شوف برا انا داري بتسمعه وبروح بتسمع متابقين هناك بعضهم لسه جالس نصورها يلا ما في مشكله فهمتني فايش رايك موفقين في امان الله الله يبيض وجهك ابو نايف وجهك ابيض يا حبيبي يعطيك العافيه والله يا ابو علي انت قاعد تصدمني حبيبي والله والله قاعد تصدمني صراحه صدقين فكره حلوه حقت الملاكمه حقت البوكسينج هناك بحط صورتك عليها بنحط صورتك عليها كيس اسمنت وبقسه لين تقول انا اللي ابقس مو متسابق متسابق يفرغ الشحنات يفرغ الشحنات اللي يكون اقل رصيد مثلا تفضل لتفريغ طاقتك السلبيه اي هم هنا يقولون في غرفه اصلا هو فقره النقد هنا صح قريبه هنا من صح اي كويس والله لا والله شوف عشان نتكلم جد انا اقترح انه انت محاور جيد بامكانك تستغل هذا المكان لمحاوره المتسابقين تطلع ما عنده بالعكس بيكون انت عندك محتوى تقدمه للاخوان بالنقد قوي جدا قادر تسحب المتسابق وتخليه يتكلم ايضا مساله انه تشوف حساباته سيئه وكذا بامكانك تستدعيه تنصحه تعلمه تشوف بيكون فيها حصانه بيكون فيها طبط. نفس الافكار اللي طرحناها مميزات البنك عنده مميزات انت من ضمن العقود اللي وقعت معكم مقدم اعطيته حصانه فقرته عبد المسيح اعطيته حصانه ذاك اعطيته عطنا حصانه عز ما عنده حصانه اشكر الحمد لله من عنده حصانه دقيقه علي لو سمحت الحصانة الحين اتضح لي ما اخذ حصانة فهد معيان تبغى هذا ياخذها
مو منطقي. لا والله يحسبني بمدح. لا والله لا والله استغربت اني مخلف الحقوة مقلب الهافات يا ليت تلتزم صمتك شوي. لا انا اقول تقسيمها بهذا الشكل بحيث ان بيكون البنك يعني زي ما تقول هي زي المكان المرتقب للجمهور بحيث بمجرد ما تجي الكاميرا هنا. هل المتسابق مختلف؟ انا اختصرها، هل المتسابق بلا رصيد يقدر يسوي شيء بالقريه؟ لا انت صلاحيه عندك كيف. يا سلام، الفكره نفسها اللي طرحتها لك ابو عبد الله انا ان شاء الله بنطبقها ونطورها باذن الله. اضافه على نفس سياق فكره البنك ورصيد المتسابق ونفس روح الفقره ونفس كل شيء مع مدير السوق ومع، لكن في اضافات بتكون ان شاء الله موجوده راح تعجبكم. ما بتبلش والله يا ابو ملحي، جعل امرك طيب. والله انك ما بتبلش، الله يرحم والديك وان شاء الله بتعجبك. ترى انت ويا الملحي فيكم ميزه للامانه، وهذه دائما ابو عبد الله يبحث عنها في العاده يعني، وكان يقولها حتى يوم عاد احنا انكم رجال قبل تكونوا اعلاميين. الله يرحم والله عليك زود ابو والله العظيم. الله يجعل من جابك، الله يوفق العدل. نكنسل الموضوع هذا ابو سمر، مصور المتسابقين اسالك الحق يا خا بروح اضربك.